السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. انعقاد الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب سيئون، وشباب الغضب يطلقون مسيرة كبرى رفضا لانعقادها. المنطقة العسكرية الثانية تختتم المسابقة الثقافية والفكرية للوحدات، والشرطة العسكرية تتوج بطلا لها. مؤسستي الخريجين وصندوق الخير لطلاب المتفوقين تنظمان حفلا تكريميا لأوائل الخريجين والمتميزين بالمكلا. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. عقد مجلس النواب أعمال دورته غير الاعتيادية اليوم بمدينة سيئون بحضور رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، وهي أول مدينة تجتمع فيها سلطات الدولة كاملة التنفيذية والتشريعية والقضائية منذ اندلاع الحرب في العام 2015، وبحضور دولي وإقليمي. هذا وشهدت المدينة خلال اليومين الماضية توافد مسؤولي الدولة المقيمين في الخارج، ويتقدمهم رئيس الوزراء ونائبه ورئيس هيئة الأركان العامة وعدد من الوزراء والنواب. وكان الرئيس عبد الرب منصور هادي قد وصل إلى مدينة سيئون برفقة عدد من سفراء الدول المجاورة لدى بلادنا، ووجه خلال كلمته باعتماد 5 مليار ريال لاستكمال مشاريع بحضرموت، وغادر البلاد بعد ساعات بمعية نائبه فور انتهاء الجلسة الافتتاحية. فيما سبق ذلك عقد اجتماعات مكثفة أجراها محافظ حضرموت بمعية رئيس هيئة الأركان العامة لتأمين الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب في مدينة سيئون. هذا وقد شهدت المدينة إجراءات أمنية مشددة وحظر للتجوال لمنع أي تظاهرات شعبية مناهضة لعقد جلسة مجلس النواب. شهدت مدينة سيئون اليوم مسيرة كبرى تلبية لدعوة أطلقها شباب الغضب بمدينة سيئون ومكونات الثورة الجنوبية رفضا لانعقاد جلسات مجلس النواب. وانطلقت المسيرة من أمام سد القبلية لمنطقة سحيل سيئون وصولا إلى قصر السلطان الكثيري. وشهدت مدينة سيئون منذ صباح اليوم إغلاق كامل من قبل قوات المنطقة العسكرية الأولى، ومنعت العديد من المواكب القادمة من مختلف المدن والمحافظات بالجنوب من الوصول للمدينة للمشاركة في المسيرة. فيما تعرض موكب أبناء غيل بن يومين لإطلاق نار واعتقال عدد من الشباب بنقطة الغرف الواقعة بين تريم وسيئون. استقبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بمدينة سيئون وفدا من منظمات الأمم المتحدة برئاسة مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن الأوتشا السيد سبستيان تريف، ونائب مدير برنامج الغذاء العالمي باليمن السيد علي الرضا. وقدم أعضاء الوفد للسيد المحافظ صورة عن نتائج جولتهم بساحل حضرموت وزياراتهم لعدد من المرافق الخدمية واطلاعهم على الواقع عن كثب، مؤكدين أن زيارتهم لحضرموت تأتي بهدف الترتيب لفتح مكاتب لمنظمات الأمم المتحدة في المكلا لتقديم المساعدات في الجانبين الإنساني والخدمي للمواطنين، وأن ما شاهدوه من استقرار أمني وتعاون من قبل السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة والمواطنين سيدفعهم نحو التسريع بافتتاح مكاتب لمنظمات الأمم المتحدة في حضرموت. وأكد المحافظ البحسني أن حضرموت من أفضل المحافظات في الجانب الأمني وتمثل ثلث مساحة اليمن، الأمر الذي يتطلب تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين في هذه المناطق والتدخل بإقامة مشاريع خدمية في قطاعات المياه والرعاية الصحية والتعليم والكهرباء والزراعة. ناقش وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي مع وكيل محافظة حضرموت الحكم سالم يسلم بن شرمان احتياجات المحافظة في مجال التنمية والإغاثة
وتقديم الخدمات للمواطنين. وأكد وكيل أول حضرموت على أهمية التنسيق المشترك مع السلطات العليا ورفع مطالب حضرموت في ظل انعقاد مجلس النواب وبحضور رئيس الجمهورية واحتياجاتها من المشاريع التنموية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد الوكيل بن حبريش على أهمية العمل المشترك مع الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني في العمل الإغاثي بالتنسيق مع اللجنة الفرعية للإغاثة بالوادي والاعتماد على ضوابط صحيحة لتوزيع الإغاثة بشكل عادل وإيصالها للمستهدفين المستحقين. وصل أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان إلى مدينة سيئون قادما من العاصمة المصرية القاهرة بعد رحلة علاجية تكللت بالنجاح. وكان في استقباله في مطار سيئون الدولي عدد من القيادات العسكرية وأقاربه. هذا وعبر أركان حرب المنطقة الثانية عن شكره لمحافظ حضرموت لوقوفه بجانبه خلال فترة إقامته في القاهرة لتلقي العلاج، وإلى جميع زملائه في المنطقة العسكرية الثانية وكافة المواطنين الذين قاموا بزيارته خلال فترة تلقيه العلاج. اختتمت المنطقة العسكرية الثانية اليوم المسابقة الفكرية والثقافية لوحدات وألوية المنطقة ضمن خطة الفعاليات والأنشطة الرياضية والفكرية بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت تحت إشراف شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة الثانية. وشارك في المسابقة منذ انطلاقتها في مارس الماضي نحو 10 وحدات من المنطقة بنظام خروج المغلوب. تأهلت 3 ألوية هي الشرطة العسكرية ولواء الريان ولواء بارشيد، حيث شهدت المسابقة الختامية تنافس شريفا وندي بين المتأهلين، إذ خرج لواء الريان من المسابقة وتتويجه بالمركز الثالث بعد حصده 6 نقاط، فيما حسمت القرعة نتيجة لواء بارشيد والشرطة العسكرية لصالح الأخير بعد التعادل 7 نقاط لتتويج الشرطة العسكرية بطلا للمسابقة الثقافية والفكرية. استقبل المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي وفدا من الأمم المتحدة لدى وصوله مدينة المكلا للاطلاع على الوضع الأمني والإنساني بالمحافظة. وخلال الاستقبال قدم العميد التميمي للوفد الأممي شرحا مفصلا عن الوضع الأمني في المكلا وحالة الاستقرار الكبير الذي تشهده كافة مديريات ساحل حضرموت بعد النجاحات الأمنية الكبيرة التي تحققت بعد تحريرها من تنظيم القاعدة الإرهابي. وفي سياق مفصل قام الوفد الأممي والعميد التميمي بزيارة تفقدية لميناء المكلا للتعرف على الاحتياطات الأمنية بالميناء وكذا قدراته الفنية والتشغيلية ومدى جاهزيته لاستقبال المساعدات الإنسانية. كما قام الوفد الأممي أيضا بزيارة لمخيم اللاجئين للتعرف على احتياجاتهم ووضعهم الإنساني لتقديم المساعدات اللازمة التي يحتاجها النازحين. ضبط مركز شرطة ركب مجموعة من قذائف الهاون في منطقة بويش، وذلك بعد تلقيه بلاغا من مواطن. وبناء على البلاغ قام أفراد المركز بالنزول إلى الموقع وتأمينه، وأشاد مدير أمن مديرية المكلا العقيد عيسى العمودي بتعاون المواطنين مع رجال الأمن، داعيا المواطنين إلى مزيد من التفاعل مع إدارة الأمن ومراكز الشرطة كون أمن المجتمع من مسؤولية الجميع. وأكد العقيد العمودي بأن الأجهزة الأمنية بأمن مديرية المكلا وعموم مراكزها ستكون بالمرصاد وستتعامل بكل حزم مع كل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين. عثر مواطنون على جثة رجل مسن أسفل الجسر البحري مقابل مستشفى ريان بمدينة المكلا. هذا وباشرت الأجهزة الأمنية إلى الموقع لأخذ الأدلة الجنائية لمعرفة ملابسات الوفاة والتعرف على هوية المتوفي، وتم نقله لأحد المستشفيات.
انتهاء عمال صيانة شبكات الصرف الصحي بالمكلا من إصلاح الكسر الثاني الموجود بالخط الرئيسي لشبكة الداندار بمنطقة الشرجة بعد ساعات طويلة من العمل استمرت لعدة أيام. ووجه مدير شبكات الصرف الصحي بالمكلا المهندس محمد حقان التحية لعمال شبكات الصرف الصحي لإنجازهم العمل الشاق ولمكتب الأشغال بمنطقة الشرجة لمساهمتهم في إزالة البناء العشوائي. ونوهت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي جميع المواطنين بتجنيب الأعمال العشوائية والبناء فوق الخطوط الرئيسية لشبكات الصرف الصحي لتجنب حدوث كسور والطفح المجاري مما يؤدي إلى صعوبة الوصول لموقع الكسر. نظمت مؤسستي الخريجين والصندوق الخيري للطلاب المتفوقين حفلا خطابيا وتكريميا صباح اليوم لأوائل الخريجين ومراتب الشرف والمتميزين من جامعتي حضرموت والأحقاف والمعاهد الصحية والتقنية وكليتي التربية والمجتمع للعاملين الدارسين ل 2016 و 2017 و 2017 و 2018. وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخريجين الدكتور محمد بفضل أن الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين إن المؤسسة على ما يقارب 30 عام من تأسيسها وهي لا زالت تعطي وتقدم الكثير من التسهيلات للطلاب. واليوم تحتفي بتخرج كوكبة من خريجي جامعتي حضرموت والأحقاف وبعض المعاهد الصحية والتقنية وكليات المجتمع. وشهد الحفل الخطابي والتكريمي وصلاة غنائية من التراث الحضرمي الأصيل وفقرات استعراضية وإنشادية وقصائد شعرية جسدت معاني الإصرار والتفوق ومواجهة التحديات في سبيل طلب العلم. السيدات والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. انعقاد الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب بسيئون وشباب الغضب يطلقون مسيرة كبرى رفضا لانعقادها. المنطقة العسكرية الثانية تختتم المسابقة الثقافية والفكرية للوحدات والشرطة العسكرية تتوج بطلا لها. مؤسستي الخريجين وصندوق الخير للطلاب المتفوقين تنظمان حفلا تكريميا لأوائل الخريجين والمتميزين بالمكلا. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.